انا عبد الرحمن احمد، عندي 22 سنه، خريج. النيك نيم بتاعي سايكو. هو انا يعني من وانا صغير كانت عجباني اللعبه، وكنت المفروض ان انا محوش لها فلوس عشان اسافر بره، ما اعرفش اصلا ان هي كانت موجوده في مصر. فعرفت واحد صاحبي وقال لي تعالى في مكان بنتمرن فيه كذا فروكسي وحلو وكذا، وفي ناس كتيره من مصر بتتمرن. ففرحت ونزلت على طول اتمرن تاني. ابتديت تمرين كام شهر لما حسيت ان مستواي تمام يعني، وبنمرن من اول 7 سنين لحد بقى ما لا نهايه. في ناس كبار بيتمرنوا عادي. حسيت ان جواه موهبه يعني. الطفل وقف اتفرج وبابا انا عايز دي وعايز اتمرن كده وعجبني، وبابا بيكلمني وابتدى من هنا الموضوع. اسمي عبد العظيم يحيى عبد العظيم. شهرتي في اللعبه اسمي بي بوي بندق. سني 22 سنه، بكريوس سياحه وفنادق. الموضوع بدا معايا كنت بتفرج على اليوتيوب على فيديوهات وكده، وكنت بشوف مثلا الناس بتشعل في الشارع، بتلعب باركور، بتلعب بريك دانس كده. فكنت بقى بتشد الموضوع من على اليوتيوب وكده. فكنت بتمرن الاول في جنينه كده جنب بيتنا صغيره. بعد كده في ناس صحابي جت هنا وعارفهم وكده، وجابوني بقى معاهم واللي في تمرين وكده. بس نفسي اخش ريبل بي سي 1، دي مسابقه بتتعمل كل سنه في مصر، بتتعمل في العالم عامه، بتتعمل هنا في سايبر مصر، اسمها ريبل بي سي 1 سايبر مصر. نفسي اخشها. الناس في ناس ساعات بتيجي تشجعنا، وفي ناس بتيجي تصورنا كده. اسمه بريك دانس. البي بوي جايه، البي بوينج عامه جايه من بي بوي معناها فتى البيت، بي بوي، والبي جيرل فتاة البيت، بي بوي بي جيرل. اللعبه دي ما لهاش اتحاد في مصر للاسف، لها اتحاد في بلاد اخرى، بس للاسف في مصر ما لهاش اتحاد زي الكوره مثلا، زي الكاراتيه، زي الكونغ فو. فيا ريت يعني تعمل لها اتحاد في مصر ويهتموا بيها اكتر، عشان هي لعبه حلوه وجامده جدا. انا اسمي احمد سيد، سنه رابعه، لي 10 مرات. باجي هنا عشان انا بحب اللعبه دي وعايز اتمرن. اسمي كريم وعندي 10 سنين وخمسة ابتدائي. مين حببك فيها؟ هو انا كنت بشوف اللعبه على التلفزيون وكده فعجبتني وكده، واللي حببني فيها يعني شكل اللعبه وستايل اللعبه. جاسر محمد، شهرتي في اللعبة بي بوي جاسر، عندي 18 سنة، متخرج من ثانوية عامة، وبنلعب بلعبة اسمها بريك دانس. مدرستي اسمها أبو بكر الصديق الرياضية. كان بعد كل يوم دراسي عادي بيودونا مركز الرياضي، نتمرن فيه ألعاب قوة وسباحة وطايرة وسلة وكده، فكل واحد حسب تخصصه كان بيلعب. أنا كنت بلعب ألعاب قوة جري، تمام، فكان بيساعدني ان انا اخش في اللعبه ديت وكده. ان احنا ما كناش بنلاقي مكان نتمرن فيه، وانتقاد الناس لينا، بس احنا ما كناش بنيأس. كان في ناس، زي ما في ناس بتنتقدنا كان في ناس بتشجعنا، فما كناش بنيأس وكنا بنكمل. كنا عندنا اصرار ان احنا نكمل فيها، ان احنا نكمل فيها اكتر واكتر، ونخش مسابقه ريد بول بيسيون.